مرشحة للتعاون بين البلدين خاصة على مدار الفترة الماضية، وبالتأكيد إبداء للتطلع من كلا رئيسين لعهد جديد في العلاقات بينهما على كافة الأصعدة. السيد رئيس تحدث أيضا عن تعاون تم التطرق إليه في المحادثات بين القيادتين حول مجالات الطاقة والاستثمار والصناعة والسياحة، وأشار سيادته أيضا إلى الجولة الرابعة للجنة المشتركة المرتقبة، وهي المعنية بتعاون الثنائي على المستوى الاقتصادي والفني، إضافة إلى انعقاد المنتدى المصري الروماني على هامش هذه الزيارة للرئيس الروماني كلاوس يوهانس. وتم التطرق كذلك إلى التنسيق في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية، وأيضا على المستوى الأوروبي إضافة إلى مستوى شرق أوروبا تحديدا، هذه المنطقة التي يمثلها الجانب الروماني، والتحديات التي تشهدها المناطق الحيوية المختلفة وعلى رأسها منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شرق المتوسط. وهناك بتأكيد أفق اقتصادي أيضا تكرس خلال اللقاءات المشتركة، ومجالات مرشحة للاستثمار بشكل أكبر، وتعريف بالتجربتين المصرية والرومانية. أشار السيد الرئيس أيضا إلى التوافق في الرؤى بين الجانبين حول الاستحقاقات الليبية والحرص على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، والتوافق أيضا والتقارب في الرؤى إزاء تجديد الدعم لجهود المبعوث الأممي إلى سوريا، والرفض لأي تغييرات ديموغرافية قد تتطلع إليها بعض الأطراف أو فرض سياسة الأمر الواقع. المقاربة المصرية للهجرة الشرعية وغير الشرعية وأيضا لظاهرة الإرهاب كانت حاضرة بقوة خلال المحادثات، وهذه أرضية مرشحة بقوة للتعاون المشترك لمكافحة الهجرة، والتعاون في هذا المجال شدد عليه أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في معرض حديثه، إضافة إلى ما أكد عليه من أهمية تسوية النزاعات في المنطقة كمدخل رئيسي في زيادة مخاطر هذه الأزمة وعدم التعجيل بحلها. وأشار أيضا إلى نجاح مصر في فكرة إدماج المهاجرين الشرعيين في المجتمع المصري، ومن هذا المنطلق أشار إلى أهمية إدماج المهاجرين الشرعيين في المجتمعات المختلفة عبر وسائل عدة، ذلك إضافة إلى توافق حول تسريع وتفعيل الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتكثيف منابع تمويله. وشدد سيادة الرئيس على دور المؤسسات الدينية في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة لما تشكله من حائط صد حقيقي في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف. بالتأكيد هذه الزيارة وتوقيتها دلالة كبيرة لأهميتها ولحرص القيادتين على الدفع قدما بالعلاقات بين الجانبين. كما نتابع معكم مشاهدينا الكرام، كان ذلك محتوى كلمة السيد الرئيس في المؤتمر الصحفي، والتي اقتربت كثيرا أيضا مما أفاد به الرئيس الروماني في المؤتمر الصحفي. وبالتأكيد الدبلوماسية الرئاسية والدبلوماسية الشعبية والاقتراب من واقع البلدين من خلال الزيارات المتبادلة على المستوى الحكومي، كل ذلك كان كفيلا بالدفع قدما لمستقبل أفضل يضاف إلى التميز بالأساس في العلاقات بين البلدين الصديقين مصر ورومانيا. ينضم إلينا عبر الهاتف لمزيد من المتابعة الأستاذ محمد الشماعة الكاتب الصحفي. تحية لحضرتك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين.
هناك رسائل مهمة جدا ودلالات كبيرة للمؤتمر الصحفي وما أفاد به الرئيسان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروماني لملفات مهمة جدا فرضت نفسها خلال المحادثات بين الجانبين. وكلمة السر ربما هي التمكين وإتاحة الفرص لمزيد من التعاون بين البلدين. كيف تنظرون للأفق المستقبلي لهذه العلاقات؟ العلاقات المصرية الرومانية ليست جديدة، لكنها علاقات تاريخية ولها تأثير كبير جدا وتأثير عميق في منطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا وربما أيضا في العالم أجمع. رومانيا كان لها علاقات قوية جدا وشاركت في عملية السلام في الشرق الأوسط في فترة السبعينات من القرن الماضي، تعاونت مع مصر في هذه القضية اللي كلنا يمكن النهاردة بنجني ثمار عملية السلام اللي تمت بوادرها في بداية فترة السبعينات من القرن الماضي. أيضا هناك علاقات قوية جدا في مجال مكافحة الإرهاب ومجال التبادل الاقتصادي والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. لدينا اللجنة العليا المشتركة الرومانية المصرية اللي عقدت 4 اجتماعات كان من نتائجها التعريف بمزايا الاستثمار في مصر ورومانيا ومدى إمكانية إقامة مشروعات استثمارية مشتركة في البلدين، بيكون لها نتائج غاية في الأهمية على الشعبين. أيضا هناك دور كبير لمصر ورومانيا كما شاهدنا من الرسائل التي خرجت من المؤتمر الصحفي للرئيسين، أنه البلدين لهم دور كبير جدا في عملية تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وده مصر بتلعب دور كبير جدا فيه في خلال الفترة الحالية ومنذ يعني سنوات قليلة منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد في مصر، وده حققت نتائج كبيرة جدا. وكل وهذه الدبلوماسية أفضت إلى نتائج كل المجتمع الدولي والقوى الدولية والمنظمات الدولية يعني أكدت على نجاح وضرورة استمرار هذه السياسة، سياسة حل المشاكل بالطرق السلمية اللي بتسعى إليها أيضا رومانيا. ولدينا مشاكل كثيرة كما ثبت في ليبيا وفي سوريا وفي عدد من الدول المحيطة. واللافت أن السيد الرئيس بدأ كلمته بالحديث عن خصوصية وطول أمد العلاقات الدبلوماسية بين مصر ورومانيا، 115 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين. الناظر عن قرب والمتابع لتاريخ هذه العلاقات خاصة على الصعيد السياسي والدبلوماسي، أبرز ما تحقق وأبرز التحديات على ضوء كثير من المستجدات أراهنة على المستويين الإقليمي والدولي وعلى المستوى أيضا الخاص المحلي، يعني على المسار المصري وعلى المسار الروماني كل على حد. على المسارين المصري والروماني زي ما ذكرت لحضرتك أن عملية تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الاستثمار والاقتصاد والتجارة أعتقد أنه كان له نتائج كبيرة جدا، زيادة التبادل التجاري بين البلدين بأرقام كبيرة لم تكن مسبوقة، أيضا إقامة المشروعات المشتركة والمستثمرين في البلدين بيبذلوا يعني جهد كبير جدا في سبيل إقامة المشروعات في البلدين، وده اللي رفع من حجم الاستثمارات في رومانيا ومصر. أيضا التعاون المشترك والتبادل الاقتصادي زي ما ذكرت لحضرتك أنه هناك أيضا دور كبير بيساهم في عملية الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، خاصة فيما يخص قضايا فلسطين يعني العلاقات بين فلسطين وإسرائيل وضرورة العمل على حل الدولتين للمساهمة في عملية الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وأيضا تم تناول ملفين الليبي والسوري وهناك تقارب كبير في الرؤى بين الجانبين. تمام. ايضا اللجنه هناك اجتماع اللجنه الجوله الرابعه للجنه المشتركه الاقتصاديه بين البلدين، ودي بتنظر في عمليه اقامه استثمارات في البلدين بتعود بالنفع على الشعبين. ايضا منتدى المصري الروماني على هامش هذه الزياره. نعم صحيح، على هامش هذه الزياره حيكون لي نتائج كبيره جدا، التنسيق كامل بين الدولتين وايضا في اطار علاقات اقليميه وعلاقات ثنائيه على المستوى العربي
ومستوى شرق أوروبا وأيضا منطقة الشرق الأوسط. هناك تحديات، وأيضا كما ذكرت لحضرتك أنه قضايا الإرهاب ومكافحة الإرهاب والعنف والتطرف في المنطقة وضرورة قيام المؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني بدور كبير في مكافحة الإرهاب والعنف في الدولتين. هناك أيضا قضية الهجرة الغير شرعية والدور الكبير اللي لعبته مصر، وحاز يمكن إعجابه وتقدير دول العالم أجمع بأن مصر احتوت اللاجئين وأدمجتهم في المجتمع المصري ولم تتعامل معهم كلاجئين في معسكرات معزولة. هذه التجربة لاقت قبول كبير جدا من دول العالم المختلفة. وهناك أيضا مقاربة خاصة مصرية للهجرة غير الشرعية بأن مرجعها أيضا في الأساس للتجاذبات الإقليمية والدولية، ويجب يعني حل هذه المسألة من جذورها. بالتأكيد الرئيسين بحثوا هذه القضية لأن عليها تأثير كبير جدا بيفضي إلى يعني إن لم تتم محاصرة هذه القضية بصوره سريعه ومتكامله، اعتقد انه هيكون له اثر كبير على عمليه الامن والاستقرار ومحاولات جماعات الارهاب استقطاب هذه الاعداد من الشعوب اللي بتهاجر من دولها الى اوروبا. يجب ان يكون هناك حلول متكامله حتى نحد من مخاطر الهجره غير الشرعيه، واعتقد ان هناك اتفاق كبير جدا بين الدولتين على هذا. اذا قلبنا في الاوراق الاقتصاديه المشتركه بين الجانبين المصري والروماني، أبرز ما تتوقفون عنده أستاذ محمد؟ هناك مشروعات مشتركة يعني هتعود بالفائدة على البلدين، وهي في مشروعات في مجالات الطاقة ومجالات الزراعة ومجالات الصناعة وأيضا مجالات النقل والاتصالات وأيضا مجال المعلومات اللي مصر قطعت شوط كبير جدا فيه، أيضا مجال البحث العلمي والتعليم وعملية الابتكار. هناك مشروعات كبيرة جدا وتعاون كبير في هذا المجال بين الدولتين، ومشروعات محددة سيتم الاتفاق بها عليها ما بين الوزراء في الدولتين. أيضا العمل رجال الأعمال في البلدين لديهم مشروعات مشتركة سيتم إطلاقها في القريب العاجل. أيضا هناك الأسواق التجارية في أفريقيا وفي أوروبا، مصر ورومانيا تستطيع أن تلعب دور كبير جدا وأن تدخل هذه الأسواق بالتعاون المشترك بين البلدين، لأنه رومانيا بتعتبر بالفعل كما ذكر الرئيس الروماني أن مصر دولة مهمة جدا في المنطقة، وأنه موقف المصري والموقف والتعاون بين البلدين بيربط طرق التعاون في الشرق الأوسط وأوروبا وتحديدا أيضا في شرق أوروبا. هناك أيضا العديد من المشروعات ومجالات التعاون اللي بتشأنها ان عمليه تحقق استقرار الاوضاع في هذه المنطقه الساخنه من الشرق الاوسط وباداره الهجره الغير شرعيه وبالتنميه الاقتصاديه المستدامه بدعم جهود مصر في التعاون مع الشركاء لايجاد ايضا افضل السبل السلميه لحل مشكلات افريقيا والشرق الاوسط. رومانيا بموقعها المهم في شرق اوروبا بتلعب دور كبير جدا في حل جميع الازمات اللي موجوده في الشرق الاوسط. بالتاكيد تبقى هناك تطلعات وتحديات مشتركه لكلا البلدين تفرض نفسها بقوه. هناك طبعا ما يحدث في يعني لنعود الى الاقتصاد قليلا، يعني ما المجالات المرشحه ل يعني اطفاء المزيد من التفعيل وتوسيع نطاق التعامل والتعاون بين الجانبين فيهم؟ تمام. مصر يعني اصبح لديها خبره كبيره جدا ودور كبير جدا في مجالات الطاقه، سواء كانت الطاقه الكهربائيه او طاقه الغاز او طاقه النفط. مصر قطعت شوط كبير جدا، ومصر مرشحه ان هي تكون بورصه عالميه لتبادل الطاقه ما بين قارات العالم المختلفه وخاصه قاره افريقيا واوروبا، لانه مصر النهارده بتملك شبكه كهربائيه موحده بتربط ما بين المشرق العربي والمغرب العربي مرورا الى اوروبا من ناحيه تركيا، وايضا من الربط عن طريق جبل طارق
في البحر المتوسط، شبكة كهربائية إقليمية عالمية، مصر تستطيع أن تضخ فيها الطاقة الكهربائية وتحقق استثمارات عالية لما وصلت إليه من يعني خبرة كبيرة جدا في هذا المجال أيضا، وعملية معامل البتروكيماويات اللي موجودة في مصر تستطيع أن تقوم بعمل كبير جدا في عمليات الضغط والإسالة لشبكات الغاز الطبيعي بإعادة ضخها إلى الشبكة الأوروبية. ونحن يعني كما يعلم الجميع أوروبا والعالم مقبل على أزمة طاقة، مصر تستطيع أن تقوم بدور كبير جدا. والسياحة أيضا ملف حيوي جدا الحقيقة. بالتأكيد السياحة الرومانية بتلعب دور كبير جدا سواء بين البلدين، هناك وفود سياحية رومانية تأتي إلى مصر، وأيضا وفود سياحية كانت قبل أزمة كورونا كان هناك وفود سياحية مصرية تذهب إلى رومانيا. التبادل السياحي بين البلدين كان على مستوى عالي جدا جدا، وأعتقد أن هذه الزيارة والاجتماعات الثنائية ما بين الوزراء المعنيين سوف يعني تبعث الحياة مرة أخرى في قطاع السياحة، لأن قطاع غاية في الأهمية بين البلدين مما له أثر كبير اقتصاديا وثقافيا، وأيضا يعني بيصب في عملية الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا. التعاون كبير جدا، وهناك استراتيجيات للتعاون في مجال أيضا إدارة الزراعة. مصر بتنتهك سياسات جديدة في مجال الزراعة، رومانيا لديها أيضا الخبرة الكبيرة في مجالات الزراعة الحديثة، تستطيع التعاون في هذا المجال بين البلدين. أيضا تكنولوجيا المعلومات، ومصر قطعت شوط كبير جدا جدا في هذا المجال، ونستطيع أن يكون هناك تبادل وتعاون مثمر بين البلدين للوصول إلى أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة في عالم الاتصالات وتوفير المعلومات وكل هذه الأمور اللي النهاردة العالم أصبح لا يستطيع عنها، وإن مصر في يعني تحول كبير جدا، بل هو تحول جذري في كل مجالات استخدام الطاقة تكنولوجيا المعلومات. أنا بشكر حضرتك يا فندم، جزيل الشكر على هذه المداخلة، الأستاذ محمد شماع الكاتب الصحفي. عودة الأستاذ جمال رائف الباحث والمتخصص في الشأن الدولي، نجدد التحية. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بكل سادة. أهلا بحضرتك جمال، يعني حتى لا أكرر نفسي من جديد، يعني لنتطرق لمحور آخر هو على قدر كبير من الأهمية، متمثل في تبادل الخبرات وفي الطفرة التكنولوجية اللي بتأكيد أيضا بتلقي بظلالها على أي محادثات بين دولتين تسعيان بجدية لتطوير علاقتهما. التحول الرقمي وتجربة مصر في هذا الإطار، والتمكين وبناء الإنسان المصري، ومصر أيضا ماضية قدما في هذه التجربة بشكل لافت للداخل وللخارج على مدار السنوات القريبة الماضية، كيف يجعل ذلك العامل الزمني محدد ودافع لعلاقات أكثر تميزا بين الجانبين المصري والروماني؟ يمكن ده اكتشفنا اليوم من المؤتمر الصحفي، هناك حرص من القيادات السياسية على فتح أفاق جديدة للعلاقات، سواء حتى فيما يتعلق بالأطر الطبيعية أو التقليدية زي التجارة والصناعة والزراعة، أو حتى الانتقال إلى آفاق أخرى كما تحدث حتى الرئيس الروماني عما يتعلق بالتكنولوجيا والأمن السيبراني. وبالمناسبة الأمن السيبراني تحدي مهم للغاية في الفترة القادمة، والجميع يعني يرصد ما يحدث في العالم في هذا الشأن، وأيضا مجالات أخرى لها علاقة بالتعليم والبحث العلمي وتوطين التكنولوجيا، كلها مجالات أنا أعتقد أن هي سوف تكون حاضرة في التعاون المصري الروماني خلال الفترة القادمة. أيضا التعاون في مجال مهم للغاية وهو مجال الطاقة، أعتقد أن هو أيضا سوف يكون من الملفات الحاضرة بقوة خلال الفترة القادمة لتشابه التجربة. ربما رومانيا أيضا لديها الآن خطوط أو مشروع لإنشاء خطوط نقل الغاز نريناه بين المجر وبلغاريا والنمسا، وأيضا تسعى بإكمال محطة الإسالة الغاز الخاصة بها، ومصر أيضا لديها باع وتجربة رائدة ويعني خبرات ثقيلة جدا في هذا المجال، وبالتالي تبادل الخبرات في هذا المجال أعتقد أنه هو أيضا ورومانيا يعني في حد ذاتها يشهد لها التاريخ بتحولات سياسية واقتصادية جذرية مرت بها وربما كادت أن تعصف بها، لكنها يعني نجحت في التجربة، وزي ما حضرتك بتتكلم عن ممكن يكون يعني في تشابه
في الظروف. مصر أيضا لها تجربة خاصة جدا، سواء في مواجهة الإرهاب أو في البناء والتنمية والاستقرار، أو حتى يعني في التكريس لمنطق العمل على جبهتين تبعناها في الإرهاب، وها نحن نراها بشكل لافت في التعامل مع فيروس كورونا، التحدي العالمي الذي يفرض نفسه بقوة على كل الدول. بالتأكيد، يمكن بالفعل حتى فيما يتعلق بما حضرتك أشرت إليه في الظروف الاقتصادية، نعم رومانيا عانت اقتصاديا يعني في سنوات القرن الماضي بشكل كبير جدا اقتصاديا، ولكنها استطاعت أيضا أن تحقق إصلاح اقتصادي صعب مع الألفية الجديدة، ومرت إلى إصلاح اقتصادي يعني وصلها الآن إلى أنها فتحت مجالات كثيرة جدا للاستثمار والتعاون، وأيضا دخلت إلى الاتحاد الأوروبي وأصبحت قوة اقتصادية كبيرة جدا. وبالتالي بالفعل أيضا مصر لديها تجربة اقتصادية مهمة جدا وإصلاح اقتصادي مهم للغاية، وأصبحت الآن هي الرقم الاقتصادي المهم في الشرق الأوسط بل في قارة أفريقيا أيضا. وبالتالي التعاون ما بين تجربتين مهمين، سواء فيما يتعلق ما بين الدولة المصرية الشريك العربي الأفريقي وما بين رومانيا الشريك الأوروبي المطل على البحر الأسود أيضا، هذا مهم جدا ويخلق جسر جديد للتعاوم ما بين أفريقيا وما بين أوروبا الوسطى بالتحديد وشرق أوروبا، خصوصا أن موقع رومانيا في الحقيقة موقع مميز للغاية، كما أن موقع المصري موقع مميز للغاية. وبالتالي سهولة دخول الأسواق من خلال مصر ورومانيا لكلا الطرفين أعتقد أن هي ميزة سوف يستغلها الجانبين خلال الفترة القادمة، لأن يعني رومانيا لديها صناعات مهمة للغاية وصناعات ثقيلة، وأيضا مصر لديها سواء ما يتعلق بالربط الكهربائي ونقل الطاقة إلى الجانب الأوروبي، أو فيما يتعلق حتى بالمحاصيل الزراعية، وأيضا بعض الصادرات المصرية الأخرى التي أصبحت الآن على قائمة الصادرات الأوروبية وتتمتع بجودة عالية. وبالتالي أنا أعتقد أن هي شراكة الآن بتشهد دفعة قوية جدا من خلال زيارة الرئيس الروماني إلى القاهرة، وبتحدث نوع من أنواع التكامل المصري الروماني، بتنقل هذه العلاقات إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، ونجد في المستقبل القريب يعني تكامل وشراكة على كافة الأصعدة بما يرتقي ويعني عظم. حديثا عن هذه الشراكة الاستراتيجية أستاذ جمال، والعلاقات الضاربة في جذور التاريخ، والسيد الرئيس أثر في بداية كلمته أن يشير إليها 115 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر ورومانيا، اشاد الرئيس أيضا بتنوع وبحضور قوي للدبلوماسية الرئاسية والشعبية وتبادل الزيارات بين الجانبين على كافة المستويات. ما بين الإنجازات التي تحققت وما يبقى في مرحلة التحدي، مثل على سبيل المثال أن يرقى حجم التبادل التجاري لما كان متعارف عليه في فترة سابقة وربما أكثر من ذلك قليلا، كيف تنظرون إلى هذا الأفق؟ بالفعل هذا كنت ما أود أن أشير إليه، أن العلاقات وعظم العلاقات تاريخيا، وأيضا هذه الانطلاقة القوية التي تشهد العلاقات المصرية الرومانية منذ عام 2014، وأيضا بعد يعني زيارة السيد الرئيس إلى رومانيا في عام 2019، وأيضا الآن بنتحدث عن الرئيس الروماني في القاهرة، كلها دفعات أنا أعتقد أنها يجب أن تنعكس على التجارة البينية ما بين الدولتين، وأيضا التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وهذا سوف يحدث لأن الآن الشريك الخاص بأوروبا الوسطى بشكل عام وشرق أوروبا يبحث عن الشريك المصري بحرص شديد، وهذا وجدناه في قمة فيشغراد، وجدناه أيضا مع اليونان وقبرص، وجدناه مع ألبانيا وغيرها من دول أيضا شرق أوروبا ودول البلقان أيضا. وبالتالي أنا أعتقد أن العلاقات سوف تشهد المزيد من الزخم خلال الفترة القادمة، خصوصا أن هناك أيضا تفاهمات سياسية بتدعم هذا الإطار. يعني حينما نتحدث اليوم ونجد أن السيد الرئيس يتحدث عن اتفاق في الرؤى ما بين الدولتين فيما يتعلق بالقضية الليبية والفلسطينية والسورية، وأيضا ملف مهم للغاية ويشغل بال الدولتين في الحقيقة، وهو ملف الهجرة الغير شرعية، لأن يعني ما رومانيا تعرضت إلى موجات كبيرة جدا من الهجرة الغير شرعية، وكانت يعني تؤخذ كممر لأوروبا الغربية، وأيضا حاولت أن تمتص هذه الموجات، وأيضا مصر لديها تجربة في فكرة استيعاب الهجرة الغير شرعية والتصدي لتصدير الهجرة إلى الجانب الأوروبي. وبالتالي أنا أيضا أعتقد أن هذا الملف ملف مهم جدا، عشان كده كان هناك إشارة إليه أيضا في المؤتمر الصحفي، هناك اتفاق ما بين الدولتين أن هذا الملف سوف يتم التخلص منه عقب إيجاد استقرار وسلم في الإقليم وإيجاد حلول سياسية لكافة القضايا الإقليمية، وأعتقد أن هذه نقطة في غاية الأهمية.
دوما نتحدث عن الحلول غير التقليدية والمقاربات المختلفة عن سابقاتها، ومصر ضربت نموذج في هذا السياق. إذا تحدثنا عن ماضي وحاضر العلاقات المصرية الرومانية، ما المفردات الجديدة أو الأجواء المختلفة التي يمكن أن تحكمها؟ وبالتأكيد الرئيسان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروماني كلاوس يوهانس وضع أيديهما على كثير من مواطن أداء وقواعد الانطلاق. يمكن متغيرات المجتمع الدولي بشكل عام والإقليمي بتفرض على الدول الصديقة أن تتعاون وأن تتكامل، ومصر ورومانيا دولتان لديهم الكثير من الروابط سواء كما أشار السيد الرئيس الشعبية أو السياسية. ومن هذا المنطلق أعتقد أن هذا يدفع الدولتين أنهم يتكاملوا ويتعاونوا في ظل هذه المتغيرات الكبيرة جدا التي تؤثر على الداخل الأوروبي وأيضا تؤثر على المنطقة العربية ومنطقة الأفريقية وشرق الأوسط بشكل عام. وبالتالي أعتقد أن المستقبل بيفرض على مصر ورومانيا، مصر واليونان وقبرص، كل الدول التي لديها علاقات متجذرة في التاريخ، روابط تاريخية وروابط شعبية بتدفع ايضا بالعلاقات السياسيه وبتدفع بالعلاقات الاقتصاديه، يجب ان نستغل هذه الدوافع الشعبيه وايضا العلاقات التاريخيه في الانطلاق الى المستقبل، وهذا اكد عليه السيد الرئيس اليوم، واعتقد ان هو سوف يكون شعار المرحله المقبله ان نستغل هذا الزخم في العلاقات التاريخيه نحو افاق جديده، نحو مستقبل جديد في العلاقات المصريه الرومانيه. الحديث عن الماضي والحاضر والمستقبل بين مصر ورومانيا ليس مجرد من قبيل الكلام المرسل. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي أشار للجولة الرابعة للجنة المشتركة المعنية بالتعاون الثنائي على المستوى الاقتصادي والفني، انعقاد المنتدى المصري الروماني على هامش هذه الزيارة، ملامح بالتأكيد تؤشر وتبشر بمستقبل أفضل بكل المقاييس للعلاقات بين مصر ومحيطها الإقليمي والدولي، ونخص بالذكر الجانب الروماني على خلفية الزيارة الحالية للرئيس الروماني كلاوس يوهانس. جملة أخيرة تعقيبية من حضرتك. يعني اعتقد ان هذه الزياره اليوم هي نقطه انطلاقه جديده للعلاقات المصريه الرومانيه، وسوف تشكل جسم للتعاون ما بين دول شرق المتوسط وما بين دول البلقان، وسوف يكون لها اثار ايجابيه بالتكامل مع الدور المصري الان في شرق اوروبا وفي وسطها، وسوف يكون هناك المزيد من الزخم في هذه الدائره المصريه الاوروبيه التي نجدها الان حاضره وبقوه على الساحه الدبلوماسيه المصريه. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ جمال رائف الباحث والمتخصص في الشأن الدولي، ونذكر معكم مشاهدينا الكرام بأبرز ما ورد في المؤتمر الصحفي المصري الروماني الذي تابعناه منذ قليل. وبدأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته بإشادة بدبلوماسية العلاقات بين مصر ورومانيا، هذه الدبلوماسية التي تمثلت في ملامحها المختلفة، الدبلوماسية الرئاسية والشعبية والحكومية. وأشار سيادة الرئيس إلى ما تم التطرق إليه من مختلف القضايا والموضوعات ذات الصبغات السياسية والاقتصادية والأمنية، وخاصة بالذكر المجالات المرشحة لتعزيزها في التعاون بين الجانبين المصري والروماني، مجالات الطاقة والاستثمار والصناعة والسياحة. استعرض السيد الرئيس أيضا ما يجري من فعاليات يعكس هذا الحراك اللافت في الحرص من الجانبين على تعميق العلاقات بينهما. تحدث سيادته عن الجولة الرابعة للجنة المشتركة المعنية بالتعاون الثنائي على المستوى الاقتصادي والفني، وبالتزامن مع هذه الزيارة للرئيس الروماني تطرق السيد الرئيس إلى انعقاد المنتدى المصري الروماني على هامش هذه الزيارة من الرئيس الروماني الضيف، وتم التطرق كذلك للتنسيق المشترك على مختلف المحاور التعليمية والدولية والعلاقات الثنائية، وأبدى الثوابت التي تتمسك بها الدولتان في تعاملها مع كثير من الأوضاع الراهنة إقليميا ودوليا.
وتحدث أيضا عن التحديات والتطلعات للمناطق التي يمثلها البلدان الصديقان على الصعيد الأوروبي، أوروبا الشرقية على وجه الخصوص، وتحديدا أيضا ما يشهده الشرق الأوسط ومنطقة شرق المتوسط. أشار سيادة الرئيس كذلك إلى ما تم التباحث بشأنه حول الأطروحات تجاه القضايا المحورية، وأيضا تقارب يصل أو يرقى إلى التوافق في كثير من القضايا. تطرق سيادته إلى الاستحقاقات الليبية، الحرص المشترك على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وأيضا التمسك بحق السوريين في تقرير مصيرهم، وتقديم الدعم لجهود المبعوث الأممي، ورفض تغييرات ديموغرافية أو فرض سياسة الأمر الواقع، إضافة إلى تحديات دولية مشتركة مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية. كانت هذه نظرة على أبرز ما ميز المؤتمر الصحفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروماني. تفاصيل أكثر بالتأكيد نتعرف عليها في هذه الإعادة للمؤتمر الصحفي. فخامة الرئيس كلاوس يوهانس، السيدات والسادة الحضور، إنه لمن دواعي سروري أن أستقبل اليوم فخامة رئيس رومانيا كلاوس يوهانس في مصر، خاصة أننا نحتفل هذا العام بمرور 115 عاماً على ذكرى تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الصديقين. كما أود أن أعرب عن اعتزازي بالعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر ورومانيا، الدولة التي شرفت بزيارتها في عام 2019 في أول زيارة للرئيس مصري منذ 15 عاما، بما يؤكد حرصنا على دفع وتطوير العلاقات سواء على المستوى الحكومي والرسمي أو على مستوى الشعبين، اللذين تربطهما أواصر وثيقة تمتد على مدار العقود الماضية، بما أثر بالإيجاب على المجتمعين المصري والروماني. ناقشنا اليوم مع فخامة الرئيس العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع البلدين، وكذا علاقات التعاون الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات ذات الأهمية والأولوية لبلدينا، وبصفة خاصة مجالات الطاقة والاستثمار والصناعة والتجارة والسياحة. كما اتفقنا على أهمية العمل على عقد الجولة الرابعة للجنة المشتركة المعنية بتطوير مجمل أوجه التعاون الاقتصادي والفني على المستوى الثنائي، وبما ينعكس بشكل إيجابي وبصورة عملية على زيادة حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين. وأشدنا بانعقاد المنتدى الاقتصادي المصري الروماني على هامش الزيارة الحالية، ليمثل حلقة وصل بين رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبرى من البلدين، بما يتيح المجال للتعرف على الفرص والحوافز الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد المصري. أكدنا خلال اللقاء على أهمية علاقات التعاون والتنسيق المستمرة بين بلدينا في مختلف الأطر والمحافل الدولية والإقليمية، انطلاقاً من مبادئنا الثابتة والمشتركة والقائمة على احترام القانون الدولي وتطبيق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتعظيم الاستفادة من ثروات المنطقة بما يخدم شعوب دولها ككل. كما شددت على تقديرنا للدور الروماني المتوازن والبناء سواء على المستوى الإقليمي بمنطقة البلقان أو باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى، أتاح اجتماعنا اليوم الفرصة لتبادل وجهات النظر ومناقشة التطورات
الإقليمية والدولية، وبالأخص في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط. وفي هذا السياق فإننا نجدد دعمنا لتسوية وحل كل الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية وعبر أطر سياسية وتفاوضية وفقاً لأحكام وقواعد القانون الدولي. من هذا المنطلق فقد أكدنا خلال الاجتماع مع فخامة رئيس رومانيا على تطلعنا لعقد الاستحقاق الانتخابي في ليبيا يوم 24 ديسمبر 2021 بما يتيح للشعب الليبي الشقيق فرصة اختيار حكومة موحدة تحفظ أمن واستقرار ووحدة وسيادة ليبيا، مع التشديد على أهمية الالتزام بمقررات الأمم المتحدة ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2570 الداعي لسحب جميع العناصر المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مع عدم استغلال الساحة الليبية لتحقيق مصالح وأغراض سياسية لأطراف أخرى. تناولنا أيضا خلال الاجتماع حرصنا على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يسهم في تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمة القدس الشرقية. كما ناقشنا من جهة أخرى ملف الأزمة السورية وجددنا دعمنا لجهود المبعوث الأممي بغية التوصل لتسوية سلمية على أساس إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254، ورفض محاولات بعض الأطراف الإقليمية التي تسعى لفرض الأمر الواقع سواء عبر انتهاك السيادة السورية أو إجراء تغييرات ديمغرافية قصرية هناك. اتفقنا كذلك على استمرار التعاون والتنسيق بيننا لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة، والعمل مع دول المنطقة على إيجاد حلول لجذور تلك الأزمة، وبصفة خاصة تسوية الأزمات والنزاعات القائمة بالمنطقة والتي تعد المحرك الأول لتلك الظاهرة، فضلا عن أهمية تقاسم أعباء مسؤولية تلك الظاهرة، بجانب تشجيع زيادة الوعي العام تجاه سبل وقنوات الهجرة الشرعية والفرص الحقيقية المتاحة في هذا المجال بما يسمح للمهاجرين الشرعيين بالاندماج في المجتمعات المختلفة وتحقيق الإضافة الإيجابية المرجوة منها. كما بحثنا مع فخامة رئيس رومانيا الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمكافحة الإرهاب وأهمية العمل على تكثيف منابع تمويله ومجابهة الجهات الراعية للمنظمات والكيانات الإرهابية والتي توفر الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسلاح لعناصر تلك المنظمات والكيانات، مع تأكيد أهمية دور المؤسسات الدينية المصرية في نشر قيم الاعتدال والتسامح وزيادة الوعي تجاه مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة. واستعرضت اليوم مع فخامة رئيس يوهانس الخطوات التي تتخذها مصر لتطبيق المنظور الشامل فيما يخص قضايا حقوق الإنسان، وصولاً إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوم 11 سبتمبر 2021 والتي تشمل التعاطي مع مختلف الأبعاد التي تنطوي عليها قضايا حقوق الإنسان في البلاد بما يتضمن تحسين مستوى المعيشة ومراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن. لا يسعني في ختام كلماتي إلا أن أؤكد مجدداً سعادتي وترحيبي بفخامة الرئيس كلاوس يوهانس رئيس رومانيا في مصر، وأتقدم بخالص الشكر على الدعم الذي يمنحه لعلاقات بلدينا الصديقين، معرباً عن صادق تمنياتي لدولة رومانيا حكومة وشعباً بمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار. وأشكر فخامة الرئيس على دعوته الكريمة لي لزيارة رومانيا التي أتطلع إلى زيارتها في أقرب وقت. مرة أخرى أرحب بفخامة الرئيس وأتمنى له التوفيق. تفضل. Mulțumesc, domnule președinte. Face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi în vizită de stat în Republica Arabă Egipt, unul dintre prietenii tradiționale ai României, regiunea Orientului Mijlociu și Africa, și un partener economic și sectorial foarte important.
Anul acesta celebrăm aniversarea a 115 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Egipt, o relație îndelungată, caracterizată prin respect și încredere reciprocă. Există în continuare un potențial foarte mare de dezvoltare a relațiilor noastre bilaterale pe toate planurile. Această vizită تؤكد مرة أخرى على رغبتنا في تعزيز الحوار السياسي على مستوى القمة وإعادة التأكيد على الالتزام المتبادل لبلدينا لتنويع الاتصالات والمشاريع وتوجيه هذه الشراكة التقليدية نحو المستقبل. أنا متيقن بأن الجولة الجديدة للجنة التعاون الاقتصادي المختلطة ستلعب دورا هاما في توسيع التعاون الثنائي وتشجيع عدد كبير من المشاريع الاقتصادية المشتركة وإيجاد الإطار الجديد المحدث وتحديث الإطار القانوني الحالي. كذلك اتفقنا على دورة إيجاد سبل جديدة لاستثمار إمكانيات تنمية التعاون في مجالات أخرى تعتبر أساسية سواء لرومانيا ومصر أو مصر، وهي صناعة الدفاع والطاقة والزراعة والنقل والمعلومات والاتصالات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمن السيبراني، التربية، التعليم والبحث العلمي والابتكار. علينا أن نستمر في العمل معا لتشجيع رجال الأعمال في مصر ورومانيا على إطلاق مشاريع مشتركة جديدة سواء على الصعيد الدولي أو في أسواق أخرى، انطلاقا من كون رومانيا ومصر أبواب إلى أهم الأسواق الاقتصادية المتكاملة هي الاتحاد الأوروبي ومنطقة التبادل الحر الإفريقية. في مناقشاتنا اليوم أجرينا تبادل وجهات النظر حول تطورات الإقليمية ذات الأولوية. ليس من قبيل الصدفة أن رومانيا وأوروبا أيضا تعتبران مصر دولة هامة في المنطقة بموقعنا الذي يربط بين إفريقيا وشرق الأوسط وأوروبا. مصر تلعب دورا حيويا في الحفاظ على الأمن على المستوى الإقليمي والدولي. رومانيا شأنها شأن مصر مهتمة باستقرار الأوضاع المتأزمة في الشرق الأوسط والمناطق المجاورة وإدارة الهجرة بشكل فعال وانتهاج السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية المستدامة والتنمية الدائمة. ندعم جهود مصر بالتعاون مع الشركاء الدوليين المبذولة من أجل إيجاد أفضل السلول للأزمات في إفريقيا والشرق الأوسط. رومانيا حافظت على مر العقود على موقفها المتوازن والمتفق مع القانون الدولي من جميع الأزمات التي أثرت على الشرق الأوسط وتضرر منها الشرق الأوسط والتي لا تزال تمثل موضع اهتمام كبير. رومانيا تدعم ضرورة تطبيق إجراءات زيادة الثقة في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، ولذلك ندعم على هذا الأساس تهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات المباشرة من أجل التقدم بحل الدولتين باعتباره الدول الوحيد الكفيل بالاستجابة للتطلعات المشروعة
الجانبين وضمان السلام الدائم في المنطقة. كذلك رومانيا تعتبر أنه من الأولوية إيجاد حل دائم للأزمة السورية التي خلفت على مدى السنوات العشر الماضية مآس كبيرة في للشعب السوري وولدت موجة هجرة كبيرة أثرت بشكل سلبي على استقرار ورفاهية الدول المستضيفة. كذلك رومانيا تدعم عمليات الاستقرار وتعزيز المؤسسات والانتقال الديمقراطي في ليبيا والعراق، وهي منخرطة في جهود مكافحة الإرهاب، كذلك في إطار التحالف ضد داعش، وكذلك في منطقة الساحل، وهي منطقة يتوقف عليها أمن شمال إفريقيا وأوروبا. أنا مقتنع بأننا من سنعمل في المستقبل أيضا ومن خلال تعاملنا المتوازن والمسؤول على توليد ظروف مواتية للتقدم بحلول من أجل تحقيق سلام دائم. أشكر فخامة الرئيس عبد الله الفتاح السيسي على المباحثات الجيدة التي أجريناها، وأنا على يقين بأن العلاقات الرومانية المصرية سوف تشهد مزيد من التطور لما فيه منفعة متبادلة لبلدينا والمواطنين الرومانيين والمصريين. تابعنا مع حضراتكم المؤتمر الصحفي الخاص بالرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروماني، وبالطبع اشتمل على العديد من المحاور الرئيسية. بالطبع نتعرف على هذه المحاور مع الأستاذ أيمن السيسي مدير تحرير الأهرام والمتخصص في الشأن الدولي. أستاذ أيمن مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا بك أستاذ أيمن. في الحقيقة زيارة مهمة جدا للرئيس الروماني لمصر، وطبعا علاقات وثيقة جدا تعدى عمرها 100 عام، وبالتالي هذا ينم عن علاقات متميزة ما بين الطرفين، وزيارة يمكن طال انتظارها ما بين الجانبين، وهناك اتفاق بين عدد من الموضوعات التي تم مناقشتها اليوم. بوجهة نظرك أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت على وجه التحديد أستاذ أيمن؟ يعني أهمية الزيارة الحقيقة في الأونة دي تحديدا إن هي جاية في وقت في ملفات كثيرة ملتهبة في المنطقة ومتشابكة مع الرغبة الأوروبية والتحرك الأوروبي، وبما أن رومانيا عضو في الاتحاد الأوروبي فبيكون لها تأثير قوي وجيد إلى حد ما في دعم هذه الملفات أو دعم موقف مصر في هذه الملفات، خصوصا أن العلاقات الرومانية المصرية تحركت كثيرا خلال السنوات الماضية، يعني منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأولى اهتمام بالعلاقات الرومانية اهتمام مثل كثير من الدول اللي ما كانش فيه يعني تركيز على العلاقات معاها. والحقيقة لعبت الخارجية المصرية دور مهم جدا في تعميق هذه العلاقات في الفترة الأخيرة، وأذكر أنه السفير السابق في رومانيا السيد صلاح عبد الصادق مساعد الوزير الخارجية الحالي للشؤون القنصلية لما قعد في رومانيا عمل مجهود كبير جدا، وإحنا كنا متابعين ما فعله في إطار تعزيز العلاقات. هذه العلاقات في هذه الأونة خصوصا مع الأزمة في السودان والتحرك نحو تهدئة الأوضاع في سوريا والخروج بسوريا من الأزمات التي مر عليها 10 سنوات وأهلكت الكثير من مقاومات الدولة السورية، كذلك العلاقات مع أو الملف الليبي بما في رغبة حقيقية من مصر وتعامل نبيل في إطار أو في وجوب تهدئة الأزمة في ليبيا والخروج بليبيا من هذا المستنقع. أيضا زي ما تابعنا في المؤتمر الصحفي العلاقات أو الأزمة الأزلية في المنطقة العربية هي أزمة فلسطين ومحاولة إيجاد حل ليها حقيقي بعيدا عن الشعارات اللي كانت يعني بترفع خلال العقود الماضيه. الحقيقه انا شايف ان تمتين العلاقات ورفع مستوى العلاقات المصريه الرومانيه بهذا المستوى الجيد على مستوى القيادتين وعلى مستوى الوزراء يعني في فايده عائده طبعا من الجانب الاقتصادي من الجانب السياسي الاول على
هذه الملفات، أمر آخر على الاقتصاد والتبادل الاقتصادي مع رومانيا، لأنه نشوف أن حجم التبادل التجاري والتجارة البينية بين مصر ورومانيا خلال الأربع سنوات الأخيرة تقريبا تضاعف، يعني تخطى حاجز المليار دولار، وأعتقد أنه ده ممكن يتم يزداد ويتضاعف أكثر من مرة في حالة يعني الدعم، توفير الدعم للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات العاملة في مختلف المجالات زي السياحة وزي الصناعة وزي الزراعة، يعني في الفترة القادمة أعتقد أنها تزيد. لكن علينا في مصر في الجانب المصري ضبط مسألة الجمارك، أن يكون فيه مسألة الشباك الواحد والخطوات اللي بتاخدها الجمارك دلوقتي وتحسين السمعة الجمركية لمصر، لأن ده بيأثر على فرص الاستثمار وجذب المستثمرين إلى مصر. نعم أستاذ أيمن، أيضا ملفات مهمة جدا تم التباحث حولها والتوافق حولها اليوم، يمكن لا يخلو أي مؤتمر صحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي إلا يؤكد أن هناك لابد أن يكون هناك تعاون حول ملف الإرهاب، باعتباره أنها ملف وقضية عالمية وليست قضية محلية، لأن مصر يعني كويت بنار الإرهاب لفترة ماضية، وما زلنا حتى الآن نكافح نار الإرهاب في سيناء، والحمد لله استطعنا وبكل قوة ننجح في هذا الملف. ويحاول الرئيس أن يكون هناك تعاون وثيق ما بين مصر وبين الدول الصديقة في هذا المجال على وجه التحديد. طبعا ملف الإرهاب وخصوصا في المنطقة اللي أشار لها السيد رئيس رومانيا، في خصوصا في منطقة الساحل والصحراء، وده مؤثر على الجانبين سواء على مصر أو على الدول الأوروبية ومنهم رومانيا بالتحديد أو بالتأكيد، لأنه بحكم موقعها الجغرافي وبحكم وجودها في الاتحاد الأوروبي. المنطقة كمان يعني مسألة أن تزايد أعداد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، حرية الحركة لهذه الجماعات في هذه المنطقة، التأثير القوي لها على الحاضنة الشعبية والتأثير المتبادل بينها وبين الحاضنة الشعبية، وإفساح الطرق للدفقات الهجرة غير الشرعية، ده طبعا مؤثر من جوانب أمنية على مصر وعلى أوروبا أيضا، وبالتالي ده ملف من الملفات المهمة، لأنه مش بيخص مصر بس، وإن كانت مصر عندها يعني تاريخ طويل في مكافحة الإرهاب في هذه المناطق تحديدا، وعندها خبرات أعتقد أنت ممكن تفيد رومانيا في هذه المسألة، سواء من الخبرات الأمنية في التعامل مع القضية ديت أو التبادل المعلوماتي. نعم أشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءة الوافية للأستاذ أيمن السيسي مدير تحرير الأهرام والمتخصص في الشأن الدولي، شكرا جزيلا لحضرتك. بالطبع مشاهدينا الكرام، هذه الزيارة الخاصة بالسيد الرئيس الروماني لمصر هي بالطبع زيارة من الزيارات المهمة، والمتابعة مستمرة على شاشة النيل للأخبار. ابقوا معنا دائما على شاشة النيل للأخبار لمتابعة كل جديد. ابقوا معنا.